اتوقع زياره لوزير خارجيه تركيا بعد منتصف هذا الشهر، يعني نعم. عبرنا البعض منتصف نعم، لكن هو ما يجي يعني لحد الان. يعني اكيد حضرتك عندك تاويل بان السيد وزير الخارجيه التركي لم ياتي، لن أؤول. حتى هذا التاويل ينسجم حتى هذا التاويل ينسجم مع التصورات والتاويلات الصفراء التي ما في بالي، ها، لان حضرتك تنطلق من هذه النقطه الان تستلبني يا جناب. فلذلك بمنطق لذلك بمنطق الديالكتيك والجدل، نعم، خلي نقف في نقطة ثابتة. لا لا لا، خلي نقف في منطق، نحن الآن خلي نتحاور، خلي نقف في المنطق الثابت. المنطق الثابت أن هناك زيارة ستكون إلى السيد وزير الخارجية التركي إلى بغداد، هذه الزيارة نحن نترقبها، هناك تنسيق لوجستي ومن خلال دائرة المراسم يجري بالتواصل مع الدوائر الاختصاص في الوزارة وكذلك الجانب التركي بهذا الأمر، وأيضا لا أستثني التواصل من خلال سفير تركيا في بغداد مع وزارة الخارجية العراقية. هذه الزيارة في الحقيقة هي تأتي في سياق تعزيز جهود العلاقات الثنائية بين بغداد وأنقرة، هذه العلاقات التي تحتاج بحكم ملفاتها إلى المزيد من الحوار والمتابعة الواضحة والشفافة والجادة بين الجانبين. هناك ملفات لابد أن تناقش وتبحث، منها ما يتصل بالمياه، منها ما يتصل بالأعمال الانفرادية التي يقوم بها الجانب التركي بين حين وآخر في نقطة أو مجموعة نقاط في شمال العراق، ودائما عسكرية ودائما ما تؤشر الخارجية العراقية عسكرية جنابكم، يعني وبالتحديد كلمة انفرادية، ودائما ما تؤشر الخارجية العراقية إلى أن أفعالا كهذه لا يمكن أن تكون منسجمة مع قواعد حسن الجوار ولا تتوافر على أي تنسيق مع وزارة الخارجية أو الحكومة الاتحادية في بغداد، وأي حكومة لها أن تقبل أن تطال سيادة دولتها أي مكروه، لا يمكن قبول هذه الفرضية، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالتعاون والتنسيق في مختلف المجالات. طريق التنمية استراتيجي، طريق التنمية هو المشروع الأكبر استراتيجي الذي نحاه دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني، والآن جميع الجهات القطاعية الحكومية تتجه صوب تعظيم معدلات استجابتها لتحقيق الأهداف والمقاصد من هذا المشروع. قد يتعلق الأمر بتناولات وزارة الخارجية لهذا الملف، المفاتحات تجري مع مختلف الأطراف لحيازة استجابتهم في هذا الأمر، وفيما نعتقد أن هذا المشروع هو سيكون نقطة تحول جوهرية وأساسية في الاقتصاد العراقي من جهة، وفي الواقع الاستراتيجي العراقي ستكون له انعكاسات كبيرة، سيزيد من معدلات التواصل والتخادم في المصالح المشتركة على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم. أعود إلى أن زيارة السيد وزير الخارجية التركي تأتي في هذا السياق الذي يؤكد العلاقات الثنائية، والتنسيق يجري، والمخاوف اللي حضرتك تحملها لماذا تأخرت وكذا، يعني كن مطمئنا ونلتقي إن شاء الله ربما في يوم زيارته إلى بغداد وأحدثك عن تفاصيل تتعلق بهذه الزيارة. لا دي لك فيكين، نتحدث بطريقة شفافة، ليست لدي مشكلة بأي اتجاه فكري، يعني نحن في حوار ونقاش. تمام، أنا يعني أكبر بكم هذه رحابة الصدر في تقبل ما نقول، طبعا أيضا يعني أكبر بكم مقدمكم للاستوديو مع كل الظروف وتأخر الوقت وجيتكم من هنا، هذا شرف كبير لنا، وهذا يجعلني أتجرأ وأقول أنه يعني السيد وزير الخارجية المحترم هو من مرجعية مفروضة على العراق، واقع مفروض على العراق، من مرجعية تنتمي لحزب معين والحزب ينتمي لطرف معين، تمام؟ لا بأس حضرتك أن تسمي، نعم، الهويات والمرجعيات الفكرية للسيد الوزير أمام الجمهور العراقي، تمام، حتى تمام. أجيب على طيب. الكلام بوضوح، تمام. كيف يعني مثلا الوزير يعني هو ينتمي لحزب من كردستان، وإحنا عندنا الآن موضوع الاحتكام الدولي، يعني حكم بالقضية للحكومة الاتحادية فيما يتعلق موضوع تصدير النفط عبر جيهان، والآن أكو أموال مودعة من حكومة كردستان في لدى أنقرة، وأنقرة مدى تستردها
مدى تعيدها للعراق، الحكومة العراقية، واكو مباحثات يعني نوع من الأخذ والشد لهذا الخصوص. طيب. كيف سيضع السيد الوزير يعني انتماءه القومي على جنب ثم يتحدث والتزامات هذا الانتماء القومي، يعني التزاماتك مترتبات عليه، ويتحدث بتفاعل فعال عملي مع المصلحة الوطنية العليا اللي تتعلق بموضوع أنه على تركيا يجب أن تنفذ بشكل غير مشروط قرار الاحتكام الدولي، تفتح تصدير النفط العراقي عبر جيهان، وتسلمنا المودعات من حكومة كردستان من حساب تصدير النفط. كيف سيتم الآن؟ خشيت حضرتك من ماذا يعني؟ يعني أنا دارد أشوف أكو مهمة صعبة على الوزير لازم يعني يثبت بيها في التفصيل معين، خيار صعب بالنسبة له، فأي خيار سيركن حضرتك الآن يعني هو ما أعرف هل هو سؤال أو توضيح حضرتك؟ لا عندي أسأل سؤال يعني طبعا أسأل بطريقة ثانية. لا لا عفوا، لا أنا بالنسبة لي الغرض واضح. راح أسأل سؤال ثاني. لا لا عفوا عفوا لا لا عفوا لا لا عفوا لا عفوا الغرض عندي واضح. نعم. لكن طريقة عرض حضرتك هي طريقة توضيحية وليست سؤالية. طبعا جيد. حضرتك الفكرة وصلت. حضرتك لا الفكرة واصلة، أنا طبعا. أعرف تماما يعني المحركات أعرفها تماما، لكن أقول أنه أساسا حضرتك تربط شخصية السيد الوزير طبعا. ومرجعياته الهوياتية نعم. من مكون، من منطقة، من حزب، من جماعة، تربط كل هذه المرجعيات الهوياتية بإمكانية تحقيق المصالح السيادية الوطنية العراقية، سيما ما يتعلق بالملفات التفاوضية مع الجارة تركيا. ألست تريد القول ذلك؟ نعم، وبالذات في ملف التحكيم ابتداء. جيد. نعم. موضوع تصدير النفط. السؤال الذي يطرح، منذ متى والهويات في الشخصية العراقية تشكل إشكالية وعقدة في أن منذ 2003 أستاذ؟ أنا أتحدث يعني أنا أتحدث الآن عن الشخصية العراقية ليست في الزمن الطارئ. نعم. وليست في الزمن المستعجل، وليست في تناولات السوشيال ميديا السريعة. أنا أتحدث عن الشخصية العراقية الراكزة، لها سيكولوجيا محددة، لها أبعاد، لها انفعالات واستجابات توصف معرفيا وثقافيا. من منا يخلو من هويات وانتماءات سياسية، مناطقية، دينية، عرقية، مذهبية، أيديولوجية ونحو ذلك؟ هل حضرتك تخلو من كل ذلك؟ بالتأكيد. ولست أنا وليس أي أحد. إذن مسألة تعدد الهويات في الذات لا تعد إشكالية. المسألة تتلخص في صهر كل هذه الرؤى والهويات لتحقيق مصالح الدولة العراقية. نحن اليوم في العراق متعددون، بين مسلمين ومسيحيين، عرب، كرد، سنة، شيعة، أيزيديين، من مكونات أخرى، أقليات أخرى، وإن كنت معرفيا أتحفظ على اصطلاح أقليات، هناك معرفيا من يقول أن هذا الاصطلاح يعد وصما اجتماعيا، لكن في إطار الوصف أتحدث. العراق منذ أن كان وتصور هو بهويات متعددة وبألوان متعددة، ليس هذا قدرا طارئا على العراق. وبالإشارة إلى هذه الأزلية من القدر، ليس هناك استغراب في أن يكون السيد وزير الخارجية أو غيره من السادة الوزراء أو أي من المتصدين لأداء المصالح العامة أن يعكسوا مصالح الدولة العراقية. عمليا عمليا يجري الحديث بكل تأكيد ومتابعة على حيازة أعلى معدلات مصالح الدولة العراقية وأمنها القومي في اللجان التفاوضية والحوارات مع كل الأطراف سيما الجارة تركيا. وهذا الأمر بالإشارة إلى ما تفضلت به حضرتك من أنه من حزب، مكون، منطقة، كذا، لا يعد إشكالية في كل ذلك، سيما وأننا بإزاء مؤسسات دولة دستورية، وهذه الوزارة المسماة بالخارجية العراقية هي انعكاس لتكوينات أبناء الشعب العراقي. ممتاز. أنا ما يصدق الآن حضرتك يعني تعابيرك الدبلوماسية العمومية المتأنقة الراقية حقيقة تصطدم مع طبيعتي الصحفية التي تبحث عن المعلومة المباشرة. حضرتك الآن هل سنفتح ملف مع تركيا، ملف
يعني الاستعادة الفورية لحق العراق بالتصدير عبر جيهان، هل سيطالب وزير الخارجية بشكل مباشر من وزير الخارجية التركي بشكل مباشر بأنه يسلم كل ما موجود في الأرصدة المودعة في أنقرة في البنوك التركية من قبل حكومة كردستان من تصدير النفط إلى الحكومة الاتحادية بدون قيد أو شرط وبشكل فوري؟ فوري نعم، وربما إذا ترغب حضرتك يتم حمل المال فورا بالحقائب. لا مو بالحقائب لا يعني لا مو عزيز لا أنا أقول هذا المطالب قومي. لا لا أنا أقول الآتي، أقول أنا بالحقائب لا لا يعني. أنا أقول بأن أي استجابة للمتطلب الوطني العراقي تكون وفقا للقواعد الإجرائية للجهة المختصة القطاعية. وزارة الخارجية العراقية لها قواعدها الإجرائية في العمل. نحن نقوم بما علينا بشكل ثنائي وبشكل متعدد الأطراف لحيازة مصالح العراق، وبالتالي هذا الملف الذي تتفضل به حضرتك الآن وغيره من الملفات، كل هذه العناصر والمتغيرات ستكون محلا للبحث والنقاش والتفاوض. لا يمكن أن تغادر الدبلوماسية العراقية أي متطلب وطني عراقي مع أي طرف سيما الجارة تركيا. ممتاز. لكن الاستجابة لهذه المتطلبات الوطنية تكون وفقا للقواعد الإجرائية الدبلوماسية. حضرتك ومن خلال المنصة الإعلامية التي تعتليها نصور المشهد على أساس أننا بإزاء ضغطة زر. المفترض هيك، لأن حضرتك نحن نعمل على حساب الوقت. حضرتك مثال بهذا في الحقيقة. نعم جناب. في الحقيقة إذا حضرتك تؤكد لي الآن وقلت أنه يفترض أن نكون كذلك، يفترض أن نكون فعالين أكتف يعني الفعالية في المصالح الوطنية، الفعالية والاستجابة للمصالح السيادية الوطنية العراقية ومصالح الدولة العراقية هي لا تنحصر بالطريقة اللي تتفضل بها حضرتك. حضرتك تتناول المشهد على أساس أنه مجرد من المتغيرات والتحديات. ما هي المتغيرات؟ تتناول المشهد على أساس أننا بإزاء قضية نتكلم ثم نحصل على الاستجابة ونعود إلى بغداد سالمين غانمين. هذه الطريقة الوصفية هي في الحقيقة طريقة فيها محاكاة غير عميقة لطبيعة العمل الدبلوماسي. نحن وزارة خارجية جمهورية العراق، نحن الذراع التنفيذي للسياسة الخارجية العراقية، بمعنى أولا وآخرا ليس أمامنا سوى بوابة الدبلوماسية والتفاوض وتشييد المصالح على أساس من التوافق. العراق من بعد العام 2003 ليس بلدا يهدد الأمن والسلم الدوليين، ليس بلدا مقلقا لأمن المنطقة وجيرانه. إذن الأولوية تتلخص أن يمضي العراق لتأكيد أمنه واستقراره ومصالحه، لتمتد هذه الرؤية ليكون سببا بتعزيز أمن واستقرار المنطقة. وإلا بماذا تصنف مواجهة العراق لعصابات داعش التكفيرية وهو يقاتل نيابة عن العالم؟ ألم يكن في الإرهاب تهديدا وجوديا لأمن المنطقة والعالم؟ نحن قاتلنا بالنيابة عن العالم. من جهة أخرى المصالح السيادية العراقية في الملف الذي تشير إليه حضرتك تتطلب المزيد من العمل والحوار والتوافق، والأمر لا ينحصر بالتحديد بوزارة الخارجية العراقية. شوف حضرتك الآن تتناول الموضوع وكأنه منحصر وبالذات بوزارة الخارجية، وهو أمر قطاعي صرف هو من اختصاصات وزارة النفط العراقية. وكان الأجدر في أن يبحث هذا الأمر بشكل مفصل مع وزارة النفط، لكن لنا في هذا الأمر علقة من أننا نعبر عن كل الداخل العراقي أمام جميع جيران العراق وشركائه وأصدقائه. فبقدر تعبيرنا عن هذا الملف نحن نواصل العمل والحوار والتنسيق مع الجارة تركيا بشأن هذا الملف وملفات أخرى تمثل اليوم عصبا أساسيا ومحوريا واستراتيجيا للدولة العراقية. يعني نسحب هذا الموضوع أيضا على ملف المياه حتى نغادر موضوع تركيا؟ بالتأكيد كلها راح تمنع. بالتأكيد جميع الملفات هي محل عناية ومتابعة واشتغال يومي من قبل الدوائر الاختصاص في مركز الوزارة وإشراف السيد الوزير شخصيا والسادة الوكلاء المختصون
وأيضا المتابعة الدورية بشكل يومي من قبل سفارات جمهورية العراق وبعثاته في الخارج. نعم. وهذا الأمر إذن هو ليس بدائرة الفتور والمتابعة إلى أن يحين موعد التفاوض، العمل يجري على مدار اليوم وعلى مدار الساعة في متابعة وملاحقة مصالح العراق أينما كانت. نعم.